سنوات. حصار ظل أطفال وأهالي المناطق المتجاورة بين مأرب والجوف ينشدونها لملاقاة أقربائهم خلف الحقول المزروعة بالموت. تحقق الوصال أخيرا وتنفست الأرض عبر مسام المشروع السعودي لنزع الألغام، فطهرت الطريق الوحيدة الرابطة بين هذه المناطق. لنا فترة طويلة احنا ويا اصحابنا او المجاورين لنا منطقة الساعد والروض ومجزر ورغوان والسيل، لم كلنا يصر رفيقه من كثر الالغام، وبفضل الله وفضل الفريق الذي ينزل علينا ما قصروا، عملوا المستحيل. اليوم نحن سعيدين جدا بافتتاح الطريق الرئيسي بين محافظة مأرب والجوف من جهة مديرية مجزر إلى مديرية الخلق. هذا الطريق طبعا كان موقف منذ 4 سنوات بسبب زراعته بالألغام من قبل ميليشيا الحوثي، وقامت فرق مشروع مسام بتأمين الطريق والعمل فيه حتى تم. العشرات من الضحايا المدنيين ممن خاطروا بالعبور قضوا في انفجارات الألغام المزروعة من قبل الحوثيين بشكل عشوائي وكثيف، وفي مساحة لا تتجاوز 5 كيلومترات كان الموت يتربص بالجميع. فيما جهود فرق مشروع مسام بحسب مكتبه الإعلامي تواصل تطهير ما تبقى لتأمين حياة المواطنين. فتحنا الخط حوالي 4500 متر من الطريق الرئيسية إلى الطريق الرئيسية في الساعد، والآن عبرنا في الخط نحن الذي عبرنا وعبروا الناس المواطنين من بعدنا، وتصبح الآن الطريق آمن الحمد. جهود كبيرة تعززها الإمكانيات التي وفرها المشروع السعودي لنزع الألغام تبذل لتطهير كل الأرض اليمنية من الألغام. محمود الحميدي، الإخبارية، الجوف.